هاي يا سليم، قلت ايه؟ طبعا انا كنت حابه استغلك اكتر في التعامل المباشر مع العملاء، بس بصراحه انا غيرت رايي، قررت اخليك النائب بتاعي عشان انا تحليل البيانات بصراحه بالنسبه لي اهم بكتير في المرحله دي، ومن بكره ان شاء الله مش هتبقى بره مع الموظفين، هتبقى هنا في المشروع. مش عاجبك البيت ده؟ بوظ الدنيا طبعا. سليم يا سليم، هبوظ الدنيا يا سليم. استنى هقول سليم. استر يا رب. الشقه دي انت مأجراها مش كده؟ مأجراها. والله برافو عليكي، ذكيه جدا، الباب في الباب وتبقي قريبه منه ومحدش يلاحظ اي حاجه. لا يا حبيبتي، انا مأجراها من قبل ما اعرفه اصلا. والله؟ والله. يعني انت سايبه بيت اهلك من بدري؟ انت عايزه ايه؟ ما تجيبيه من الاخر. حلوه قوي. بصي بقى يا حبيبتي، احنا بنات زي بعض، والست تفهم الست اللي زيها. يعني من الاخر كده، تاخدي كام وتخلعي من الليله دي؟ اخد كام ليه؟ وانا عارفه مصلحه؟ ده على اساس انك ميته في دباديبه يعني. بموت فيه. بصي يا ستي، اكيد واحده زيك يعني لقيت واحد اهبل ومعاه قرشين قالت اقلبه واطلع بمصلحه، فما تتعبنيش يا بنت الحلال وجيبي من الاخر. هو انت عايزه تقنعيني ان واحده زيك اول مره تعمل كده؟ لا بقول لك ايه، انت جبتي اخرك معايا. لولا النوران كان زمان عملت معاكي دلوقتي الجلاشه. ثانيه. تعب. هي ساره هنا؟ جوه. ربطها فين انت؟ ربطها فين؟ ساره. انت كويسه؟ كويسه. الحمد لله يا رب. ايه شطيتي يا روحي، اسم الله عليكي يا روح قلبي. الحمد لله. ما اتخانقتوش؟ ما اتخانقناش. اخناش ايه؟ دي اختك دي عسل، دي بتعمل المستحيل عشان جوازتنا تكمل مش كده؟ طبعا. وانا بوعدك يا حبيبتي، جوازتنا هتتم ان شاء الله، وهجيب لك عيال كتير قوي يقولوا لك يا عمته. عسل جدا. عارفه يا روحي. يلا يا روحي، احنا نازلين صح؟ انت هتيجي معانا؟ اجي معاكوا بقى بدل ما دماغي تسوحني. طيب تسوح معاكوا. ماشي. يلا 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 يلا. الحمد لله. كنت ناوي اقطع لك لساني، بس انت ما ينفعش معاكي الكلام ده. ايه؟ ايه يا روح قلبي؟ ان شاء الله. جايه لك حبيبي. وحياة امي لموتك بقهرتك. امشي.